بسم الله الرحمن الرحيم. هو قصة العدالة يعني أكاد أجزم أنه ما بيعرف حقيقتها ويستوعب الصورة كاملة إلا المسلم. السبب أنه إحنا كمسلمين نؤمن أنه في دنيا وآخرة، وفي غير من الديانات آمنت بوجود الآخرة، لكن لم تؤمن بتفاصيل الآخرة، الصراط والميزان والحساب، وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإنه يوم القيامة يوم العدالة المطلقة، وإنه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وإنه خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وإنه كل آتينا يوم القيامة فردا. فحتى الديانات الأخرى اللي حكت عن اليوم الآخر ما عندهاش التفاصيل لليوم الآخر، وغياب التفاصيل عن اليوم الآخر تجعل قصة العدالة فيها خلل. ولذلك العدالة كاملة وقصة العدالة لا يستوعبها إلا مسلم. شو معنى الكلام؟ معناته لازم يكون في بالي أنا كمسلم إنه كما تدين تدان، انتهى. اليوم شو بتعطي؟ لازم يجي يوم تأخذ. اليوم انت ايش بتزرع؟ لابد انه يجيك يوم تقلع وتجني. انت اليوم ايش بتقدم؟ انت بكرة ايش بتاخذ؟ وعندنا مثل بيقول لك اللي بتقدمه السبت بتاخذه الاحد. هاي القاعدة، كما تدين تدان. ولذلك احنا ثقافتنا كمسلمين، وحلقتنا اليوم بدي اركز على النقطة هاي بالضبط، ثقافتنا كمسلمين إنه الله عز وجل لا يترك ذنب بغير عقوبة، مستحيل أن يترك ذنبا بغير عقوبة، لكن معظم الذنوب الله عز وجل يؤخرها لليوم الآخر. طبعا ليش؟ لحكمة، بلكي تتوب، بلكي تستغفر، بلكي تفعل من الحسنات ما تذهب السيئات. فمعظم الذنوب الله يؤخر عقوبتها إلى اليوم الآخر. واحد ترك للصلاة، واحد ترك للصوم، واحد نظر بعينه، واحد أخذ الربا، الله عز وجل على الأغلب يؤخر عقوبات هذه الأفعال إلى اليوم الآخر. كما تدين تدان، لابد أن يكون في جزاء، لابد ما يكون في حساب، لكن ربنا بيأخره من رحمة الله عز وجل أنه بيأخر. وبعض الذنوب الله يعجل فيها بالدنيا قبل الآخرة، وحديث وردت فيها رقم واحد عقوق الوالدين. شوف، عقوق الوالدين لا يمكن أن يؤخره الله إلى يوم القيامة، لا يعاقب عليه في الدنيا. عقوق الوالدين، الإساءة للأب، الإساءة للأم، النفترة بالأب والنفترة بالأم، لأن والله هي بتدرس في البكالوريوس وأمها يعني مش متعلمة، وشافت حالها على أمها، الله يعاقبك في الدنيا. هو شاف حاله انه هو اصبح اليوم مهندس، ولا اصبح معه شويه فلوس زياده، ووالده انسان بسيط، فشاف حاله على ابوه، يعاقبه في الدنيا. عقوق الوالدين الله لا يؤخرها، لكن دير بالك من عقوق الوالدين. الثانيه الظلم، لو انسان ظلم دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مفتوحه. الظلم، تظلم موظف، تظلم انسان في عرضه، تظلم إنسان في سمعته، تظلم إنسان في ماله، تظلم يتيم تأكل أموال يتيم، الظلم لا يؤخر الله عز وجل. طب والثالثة، تتبع عورات المسلمين، اللي بضل يبحث عن عورات المسلمين. ما أنت عندك اليوم إعلام كله إعلام مبني على الفضائح، فضيحة فلان وفضيحة علان وفضائح البلد الفلاني وفضائح، الله لا يؤخرها، بيعجل لك فيها بالدنيا قبل الآخرة. إذن كما تدين تدان، لكن بعض الديون ربنا أخرها للآخرة، وثلاث ديون الله يعجل بعقوبتها في الدنيا، لازم يعجل في عقوبتها. كما تدين تدان، إيش بتزرع إيش بتجني. لكن هالمفهوم أنا متأكد إنه بيخطر في بال إخواني وخواتي اللي بسمعوني، لكن في مفهوم جديد لازم نفهمه. بعض السنن الكونية الله ربطها بأفعالنا. مرة ثانية، بعض السنن الكونية، المطر ربط الله بأفعالنا، كما تدين تدان.
بتستغفر بنزل مطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. واحد يرسل السماء عليكم مدرارا. تستغفر الله يبارك لك في الرزق ويمددكم بأموال. تستغفر الله يبارك لك في الشعب ويبارك لك في الرعية ويبارك لك في السكان ويمددكم بأموال وبنين. بتستغفر الله ينبت لك من خيرات الأرض ويجعل لكم جنات. تستغفر الله يجري لك المياه ويبارك لك في المياه على شحها ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي كما تدين تدان، شو بتدفع شو بتأخذ. وما ظهر في قوم الربا إلا محقت البركة. أيوة، عشان هيك بيجي بيقول لك إحنا رواتبنا اليوم مش مكفية. ما أنت بتقعد مع ناس بيقول لك أنا بستلم 1000 و2000 و3000 وآخر الشهر ما فيش. طبعا ما فيش، لأنه هذه سنن كونية. مش البلد اللي أنت عايش فيها فيها فروع للبنوك وفيها معسكرات تعلن الحرب على الله عز وجل. طيب كما تدين تدان، عندك ربا وبترخص بنوك الربا وبتعطي بنوك للربا وبتسمح للربا أن يتداول في قومك وفي شعبك وفي رعيتك وفي دولتك، طيب سيمحق لك البركة. ما فيش بركة، لا في بركة عند الأفراد ولا بركة عند الجماعات ولا بركة في الدولة ولا بركة في الرواتب ولا بركة في الأرزاق، لأن ربنا رتب بعض السنن الكونية على أفعالنا. وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهرت فيهم من الأمراض ما لم تكن في أسلافهم. مش أنت عملت الحب الشريف والزنا والصداقة وصحبة الجامعة ورحنا وإجينا ومش عارف وين وقعدنا تحت الشجرات ووقفنا على الشط ورحنا تمشينا على الكورنيش، طيب خذ لك أمراض. كما تدين تدان، مش أنت عملت معاصي هون؟ أيوة عملنا. طب راح اتوقع الضرب اللي راح يجيك على راسك، اتوقع المصايب راح تنزل على بلدك. أيوة، عشان هيك سيدنا صلاح الدين الأيوبي لما إجا يفتح القدس راح أشاع في جيشه. شو أشاع في جيشه؟ إنه ضرسه يا حرام بتوجعه، ضرسه سنه بيوجعه وأيامه ما فيش بنج. طب شو الحل؟ فبحث في الجيش كاملا، يمين يعطيني كاسة خمر أشربها عشان سني يسكت. ففتشوا الجيش كاملا فما وجدوا فيه قطرة خمر، فقال الآن ربنا بينصرنا سبحانه وتعالى. لأنه كما تدين تدان، اعمل خير تلقى خير. تعالوا اليوم في حلقتنا كما تدين تدان نفحص حالنا، نشوف هالسنن الكونية اللي نازع عروسنا مصايب، لماذا لا يستجيب الله عز وجل لنا؟ لعل الله يحرك قلوبنا فنتوب إلى الله فربنا سبحانه وتعالى ينظر إلينا. في دجى الظلمات كون تائهين بلا سلام. لما نقول كما تدين تدان بدنا ننتبه انه في سنن كونية جعلها الله مرتبطة فينا. يعني لو عرفنا نشتغل فيها صح الله سيعطينا صح، لو اشتغلنا فيها غلط راح تيجي النتيجة غلط. طب اعطيكم مثال كلنا بنشوفه، كل سنة بالحج ولا حتى في ليلة القدر 4 مليون 5 مليون، يا الله يا الله، وكلنا بندعي. طب سؤال، لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ ليش ربنا ما يستجيب؟ ما انت في عندك 5 مليون في الكعبة المشرفة، وفي كمان الله أعلم كم ألف في المدينة النبوية الشريفة، وعندك الله أعلم كم ألف في المسجد الأقصى، والكل فاتح دي يا ربي انصر الإسلام والمسلمين ويا ربي فرج عن أهل الدين. طب السؤال، لماذا لا يستجيب الله عز وجل؟ هي سنن كونية ربطها الله فينا. أنا بقول لك ليش لا يستجيب، لأنه كما تدين تدان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم تمنعوه، أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عذابا
ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ما فيش استجابة. ما هو استجابة الله لنا سنة من سنن الكون، لكن ربطها الله بأفعالنا. تعمل صح بجاوبك، تعمل غلط ما فيش استجابة. عشان هيك في ناس كثير بيقول لك أنا رحت عند الكعبة وقلت يا رب ترزقني سيارة، رزقني سيارة. يا رب بدي زوجة، أعطاه زوجة. يا رب بدي زوج، أعطاها زوج. يا رب بدي شغل، أعطاه شغل. طب لماذا يعطينا الله أفرادا ولا يعطينا جماعات؟ أيوة صح، لأنه بعطيك اللي بدك إياه. خذ فلوس، خذ منصب، خذ زوجة، خذ زوج، خذ مال، خذ عمل إلك كفرد. لكن أنتوا كأمة لا، لأن الأمة متعلقة بالإسلام. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قاعدين ندعي والناس بتعيط والناس بتشلخ شعرها، ويا رب يا رب طول الليل، وبليلة القدر الحرم مالكيش مكان تحط رجلك فيه، والناس كلها تدعو الله، ما فيش استجابة. أيوة صح، لأن الله قال لك لتأمرن بالمعروف، إحنا بنؤمر بالمعروف، ولا تنهون عن المنكر، لما تشوف منكر تنهي عنه ولا تقول يلا مشيها، ولما تشوف واحد غلطان تأمر بالمعروف ولا تقول يلا مشيها. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. طب والثالثة؟ ولا تأخذن على يد الظالم. اللي ترك صلاة الجمعة ظالم، اللي ترك الصلاة ظالم، اللي منع الزكاة ظالم. لتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، غصبا عنه لازم تجيبه للحق. طب إذا ما أخذنا بهدول شو راح يصير؟ أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا. هو الدمار اللي حاصل في سوريا مش عذاب؟ هو الدمار اللي حاصل في العراق مش عذاب؟ هو الدمار اللي حاصل في ليبيا مش عذاب؟ هو الدمار اللي حاصل في اليمن مش عذاب؟ هو منع الحجاب في دول أوروبية مش عذاب؟ هو التنكيل اللي حاصل بأطفال المسلمين مش عذاب؟ هو انعدام الأمن في عالمنا المسلم مش عذاب؟ هو غلاء الأسعار مش عذاب؟ هو فساد القضاء مش عذاب؟ هو نهب خيرات المسلمين وتصديرها مش عذاب؟ هو أنت إيش عذاب أكثر من هيك؟ هو فرقة المسلمين مش عذاب؟ هو مجرد إنك تخرج من بلدك وتروح تزور بلد ثاني وتتبهدل على حدود، هو مش عذاب؟ هو مجرد إنه البلدان الإسلامية بدأ بينها التفاضل والتعادي، هو هذا مش عذاب؟ هو مش عذاب إن يكون الزوج من دولة والزوجة من دولة أخرى وتمنع الزوج تروح على دولة زوجها، وهذا مش عذاب؟ هو الذل اللي عايشين فيه المسلمين مش عذاب؟ هو احتلال المسجد الأقصى مش عذاب؟ هو منع المصلين من دخول المسجد الأقصى مش عذاب؟ هو لما يتفتش المصلي تفتيش جسدي كامل عشان يقدر يدخل على المسجد الأقصى مش عذاب؟ هو المرأة الحامل اللي قاعد تولد على حدود، هو هذا مش عذاب؟ هو الأنفاق اللي قاعد تحفر وتهدم على رؤوس أصحابها مش عذاب؟ هو المقاتل والمجازر الجماعية اللي بتجري في بلاد المسلمين مش عذاب؟ هو صور أطفال ليس له ذنب وليس له أسية وليس له أذية وهو محمول على إيدين أبوه لأمه ميت مقتول مش عذاب؟ هو الدور اللي انهدمت على رؤوس أصحابها وعلى بيوت على النايمين، هي هاي مش عذاب؟ هو براميل المتفجرات اللي نزلت على الآمنين، هي مش عذاب؟ هو الذل الذي يذوقه المسلم أو تذوقه المسلمة في بعض دول أوروبا مش عذاب؟ هو المحجبة لما تمشي في بعض شوارع دول أوروبا وترمى عليها البيض، هو هذا مش عذاب؟ هو طرد المسلم من الجامعة لأنها ترتدي الحجاب مش عذاب؟ هو فصل بعض الموظفات من دوامهم ومن شغلهم من وظيفتهم فقط لأنها مسلمة ولو أنها مش محجبة، هو هذا مش عذاب؟ هو في عذاب أكثر عذاب العايشين، وفي ناس لسه مش عارف العذاب لأنه هو أصلا ولد في العذاب وعاش في العذاب واستمر العذاب، فأصبح العذاب بالنسبة له شيء طبيعي. هو إن يكون إحنا يا عرب 22 دولة ملناش كلمة، وهذا مش عذاب؟ أن يكون المسلمون 52 دولة وليس لهم أي قرار، هو هذا مش عذاب؟ أن لا يكون للعالم الإسلامي جامعة تجمعه وإنما اسمه المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر، هي منظمة ومؤتمر إسلامي. هو أصلا كانت نشأت أنه اجتمعت الدول الإسلامية في مؤتمر وعملوا رابط، ولم تسمح لهم الأمم المتحدة بأن ينشئوا منظمة للعالم الإسلامي، سمحوا لهم يسموها منظمة المؤتمر، اللي حضروا المؤتمر، الجماعة اللي اجتمعوا على المؤتمر، هو هذا مش عذاب؟ هو أنه إحنا نملك
ثلثي ثروة العالم من النفط وعندك ناس ببحث عن لقمة العيش، هو هذا مش عذاب؟ هو استغلال الضعفاء في بلاد المسلمين، هو هذا مش عذاب؟ لما تأتي مسلمة من أندونيسيا ولا من غيرها من بلاد المسلمين لتخدم وتتغرب وتبتعد عن أسرتها وعن بيتها وعن زوجها عشان تخدمنا في بيوتنا يا عرب على الجوع وعلى المذلة، هو هذا مش عذاب؟ إحنا عايشين وين؟ طيب وندعو الله عز وجل لا يستجيب؟ أيوة لا يستجيب، لأنه لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، وتسابقنا أنه نطلع لعالمنا العربي ولشبابنا البرنامج الفلاني عشان أجمل صوت، والبرنامج الفلاني عشان أجمل راقصة، والبرنامج الفلاني عشان أجمل وجه، والبرنامج الفلاني عشان ملكة الجمال مش عارف مين، عشان لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، قاعدين كما تدين تدان، تزرع فن وموسيقى وطبل وزمر، بتجني ذل وهوان وفرقة، بتزرع الظلم وتشتت وتشرذم، بتزرع بتجني من هون ذل وخيبة وخسارة، بتزرع ولاء للأجنبي وللمستعمر، بتجني فرقة وثورة وتفجير وتكفير، بتزرع بعد عن الدين وتنكيل بالمسلمين، بتجني غضب ودم وتكفير كما تدين تدان. لكن هاي القصة لا يمكن يستوعبها إلا مسلم في صفتين، كيس وفطن، لكن لو كان مسلم كيس قطن مش رح يستوعبها. أكيد أنتوا قاعدين قدامي كيس فطن.